بالنسبة لي يوم الأرض هو ذكرى خالدة بتقولنا إنه قبل 40 سنة سلطات الصهيونية قتلوا 6 شباب من شبابنا لأنهم حبوا إنه يتظاهروا ضد الظلم ضد مصادرة الأراضي. ما كان إمكانية إنه الواحد يقدر يشوف أرضه عم تتصادر ويبقى ساكت. إحنا أجينا هنا بالذكرى 40 ليوم الأرض الخالد عشان ما ننساش يوم الأرض، ما ننساش الشهداء، ما ننساش اللي صار يوم الأرض. يوم الأرض يعتبرها نقطة تحول من شعب متراجع متخاذل اللي كان متعاون مع بنسبة كبيرة مع القوى الصهيونية اليمينية إلى شعب مناضل، إلى شعب بعرف حقوقه، إلى شعب يمتلك هوية فلسطينية قوية يعمل من أجلها ويقاوم من أجلها. طلع اليوم اهل سخنين فش عندهم يعمروا، محاصره سخنين من كل الجهات، هذا هو مطلبنا الحقيقي، احنا مش جايين يعني الظاهر ضد الدولي، لا، احنا بدنا حق للشباب تلاقي تعمر.